هوية بريس. أنا سميتي ستيتو نور الدين، مقاول مسير شركة ديال جوج رمايك. المهم باش تعرفنا بهذا السيد، جينا كنتعاملوا معاه بالمازوط. المعاملة اللي كنا كنديروا معاه وهي حطينا شركة ضمانة ديال 20 مليون، وكيعطينا هو جوج رمايك راه تقريبا شي 10 مليون لواحد في الشهر. المهم باش يضمن هو رزقه، وحنا بالنية خالصة حطينا له شركة ضمانة باش نخلصوه من ثالث شهر لثالث شهر. الاتفاق اللي كنا دايرين داير معنا ثلاث شهور، شهر كنديروا فيه المازوط وشهرين كنخلصوا داك الشهر اللي بقات المعاملة غادية بين معنا هكا. هو بدا كيتعامل بليزانتيري، اللحظة باش بدا كيتعامل بليزانتيري وقف الكليان كاع كلهم اللي كانوا كيديروا عنده المازوط، لحقاش دخلاتو الفلوس مزيان ما بقاش يطلق المازوط ثلاث شهور. انا من دوك الناس كان كيسالني 17 مليون حبس عليا المازوط، قال لي جيب لي فلوس دابا ولا نبعث الشاكاز. جبت له فلوس وخلصته ما بقاش كيسالني، من تما ما بقاش كندير عنده المازوط. احتاجت الفلوس تقريبا في رمضان ديال العام الاول، ديال العام الاول 14 مليون، عطاني 14 مليون، عطيته شيكاس على ظرف 3 شهور ب 4 مليون غنعطيها. فكيت المشكل، مشيت عطيته 4 مليون ديالو، 14 مليون ما بقاش كيسالني. الشيكات كيقول لك راهم الشيكات عندي في الدار، راهم عندي في مراكش، راهم عندي هنايا، راهم عندي هنايا، ما بغاش يعطينا الشيكات. اذا بيا في هذه الايامات ولا كيبتزلنا، يقول لك شوف انا الفلوس راه كنت كندورها وكنربح التريبل ديالها في النهار. انا هاد ما حدد الشيكات عندي وانا كنزيد لي زانتير. مشينا كنتفاهموا معاه، عطينا 5 مليون ويعطينا الشيكات، راه 50 مليون ديال الشيكات عنده. قلنا له عطينا الشيكات ديالنا وها 5 مليون، قال لك لا 8 مليون. ولا ما جبتي شحال بغى يزيد عليكم دابا هاد 8، هاد الخمسه وهاد 8 زايده غير هكاك، لحقاش عنده بحال اللي عنده صبعك من تحت راسه. ومسجل، راه مسجل في الاوديويات وعاطينهم وكيل الملك. هذا عنده سيديات، عنده كل شيء، سيد وكيل الملك هو اللي مسجل بالاوديويات ديالو. المهم هاد النهار نصفنا حنايا ومشينا قدمنا شكايه فاش وصل بينا لحد لهاد القضيه هادي، كيقول لك ندفع لكم الشيكات وكذا. مشينا عند السيد وكيل الملك، دفعنا شكايه، نصفنا، مشينا عند الفرقه القضائيه. المهم راه كاينين شي 7 الناس ولا 8، وكاينين 12 وحدين، 12 وحدين اخرين عندهم شكات ضمانه وقطع عليهم المازوط وما بغاش يعطيهم الشكات ديالهم. ما بغاش يعطيهم الشكات ديالهم. دابا كلشي راه داير شكايه. جاوا هاد النهار الفرقه الوطنيه دارت معاه بحث، لقاو الشيكات عنده في البيرو. دابا قلبوا معاه جوج كفر فورات في البومبا، هزوا دوك الشيكات. دابا مشاو معاه للدار، دابا رفع عمليات البحث، غادي نشوفوا القضاء هو الذي ينصفنا. بطبيعه الحال القضاء هو الذي ينصفنا. يعني انتم دابا ضحايا ديال الابتزاز. الابتزاز والنصب والربا. دابا هو كيتعامل بالربا، فاش شاف الربا صافي ولا 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 صافي خصو اللي شدو ليشتو عيط له. خويا السيد هذا قلت لنا باللي فاش كيسلفك 10 مليون في السيمانه خصك ترد له ب 15 وابتزاز وخدام معكم بالريبة، عاود لنا شنو انت كتعرف على هذه القضيه هذه، خلينا شاد. وبالنسبه خويا انايا ما فاش زعما فاش تسلفت عنده ولا تعاملت معاه في امور ديال الفلوس، انا فاش خدمت معاه درت عنده الماسط بالكاميونات ديالي في الشركه ديالو، لانه عنده واحد الشركه ديال الغازوال في حي الصناعي لا داعي لذكر الاسم ديالها. وانايا كان هو كيسال طريق بن زوينو، كنت كيسالو واحد، كان قبطو واحد الشاكات ديال قريب 95 مليون، وجاو دفعلو بعد شي شيكات لعند المحامي وبقات 95 مليون عنده الشاكات قبطها كضمانه. ملي لاخو دفعلو لا روشيرش ودفعلو كدا، جا السيد كيرغبنا وكيزاوك وود الحرفه والدومين ديالنا استعطفنا، رغبنا مشينا معاه. ملي مشينا مع طريق بن زوينو، مشيت انا ومحمد بن زوينو اللي هو ود عمو. ملي مشينا كنرغبوا السيد اللي معني بالامر باش يتفاو يدير معاه شي حل وداك الشيء، دابا زعما ما عندك حتى شي ربح ولا شي صلاحيه ديال انك تشي تدي الحبس ولا شي حاجه، ديروا شي حل حيب بي وهادي، وبقينا كنرغبوا فيه ونزوقوا فيه، لان فيه ترغبتوا على واحد السيد بالفعل تعاطف، قال لك واخا ما كاين حتى مشكل ولكن بشرط. محمد اللي ود عمو اللي مشيت انا وياه، قال له تعطيني الشيكان ديالك، وتفاهمنا على اساس انا يعطي 100000 درهم في الشهر. داك محمد عطاه الشاك ديال 20 مليون ديال 200000 درهم، قالوا لك خليه هو التالي، وعطاه الشاك ديال 100000 سبعه الشيكات ديال 10 المليون و43000 درهم. ملي قبضت 94 مليون 300 مارت الشيك للطريق بن زوينو، بقى قاطل الطريق بن زوينو داك 94 و300 ودا 94 واحده اخرى و300 عند محمد. ناض خلص الشهر الاول، دفع الشكل محمد بن زوينو، دفع له الشهر الثاني، دفع له الشهر الثالث،
ولا كيتخلص من عند الاخر ومن عند الاخر بجوج. ني طارق جا عند محمد قال له خويا انا دابا انت عاطيك خمسة د الكاميونات ديالي كتخدم لي بهم وكتصيفط ما تخلصني، قال له راه كتقطع لي 100000 درهم، هاد 100000 درهم اللي ديال معني بالامر راه كيدفع لي الشيكان ديالي حتى انا، راه عنده هادشي في الروفي ديالو، عنده لي بروف ديالو امور زعما وثيقيه. قال له كيفاش؟ قال له انت كتخلص مني كتخلص مني. ملي مشينا عند السيد وجلسنا ولينا فتحنا الموضوع، السيد صرح بان ما كيسالوش داك 94 مليون 300، كيسالو 60 مليون الاخرى يزيدها الاخرى حسب الزنتيز. حنا ملي هضرنا معاه قلنا له زعما شو كدير تعاطف معاه، قال لك لا خويا انا راه الله عطيتي 1000 ريال كنتخلص عليها، الفلوس راه كدور وانا كنخدم بالكونتور. يعني هو كيتعامل بفوائد، كيتعامل بالربا يعني كيجيو يديروا عنده سالف بالقروض، كيسليفو 10 المليون كيقول لهم تردوا لي ب 15 مليون. هادشي الهضره اللي كيقولوا هو كيدير معاهم 5000 درهم في النهار. دابا هاد المسائل هادي هما الدراري مشاو لعندو سجلوه اوديويات، سجلوه في لي زابيل ودخلوا عنده سجلوه في البيرو ديالو، عندهم الكاميرات يعني وثقوا بالسجال وتقدموا بشكايه عند السيد الوكيل الملك مع الاستاذ المحامي ديالهم، وتقدموا لولايه الامن الشرطه الضابطه القضائيه، والامن الحمد لله دار خدمته والله ينصرو. نهار الاول، نهار الاول ما قلناش هو هادشي هذا، حنا قال لك غادي نتعاملوك غير كاريب حد ديال الستاسيون مثلا، انا نعطيك فلوس كنجيب بها المازوط غنعطيها لك، ولكن فاش دخلنا لداخل الكرش وشدنا الشيكات هو بقى كيبتزنا بهالطريقه هذه. ماشي الاول ما قال لكمش لا لا، واش حنا كنقبلوا بهذه المساله؟ ما يمكنش، ما يتقبلهاش العقل. حنا راه دار معنا قال لك غير كاريب حد ديال الغازوال مثلا، انا غادي كنجيب سيترناد المازوط كنربح فيها واحد القدر مثلا ديال معين غنتعاونوا. انتم ضحايا ابتزاز؟ ابتزاز، ابتزاز وتهديد. باش شدتكم؟ هدنا بالحبس، كيقول لك غنحجز لك الكاميونات غندير لك غندير لك ولدك للحبس. المطلبات ديالنا حنا يعطينا الشيكات ديالنا، حنا ما كيسالناش وراه مسجل. هادشي غير ابتزاز، كيبتزك ما كتعرف لا تخدم لا والو. انا الكاميونات راه هادي تقريبا 15 يوم وانا محبسهم ما خدامش، محبس الكاميونات جوج كاميونات محبسهم صافي. شنو كيقول لك؟ جيب لي الفلوس ولا ندفع الشيكات. كي غدير تمشي تخدم وكي داير العقليه ديالك باش تخدم وكي داير تتلاقى مع الناس وكي داير مع صافي، وصلنا القضيه للقضاء ربي ولدي فاجئه. هوية بريس.